يا هلا دكتور، كيفك؟ كيف صحتك؟ فهلا رح نحكي عن هالموضوع. كيفك دكتور؟ يا هلا، تفضل دكتور. الحمد لله على سلامتك. يا هلا فيك. كيف كانت جولتك الخارجية؟ كله شغل. يعطيك ألف عافية. الجمال والجاذبية هو موضوع اليوم. امبارح كنا عم نحكي هيك انه العطايا يلي ربنا بيعطينا اياها، الجمال منا يعني، وهيدي عطيه الواحد بده يستثمرها، مش انه يخاف منها، وبده يعرف كيف يستثمرها. فهون اذا بدنا نحكي عن هالنقطه، قد ايه في فرق؟ يعني بتشوف حدا اوقات بتقول ما فيها شيء حلو بس جذابه، او بتقول هيك بتصير تدقق يعني انه عمي منا حلوه بس جذابه، فهون شو الفرق؟ باسكال نحن براينا في نوع من النظام شوي المحدد للجمال. إذا بتجيبي ولد صغير وبتحطيه قدام وجوه معينة، بس لما يشوف وجه حلو سيمتريك ومتقاسم بطريقة متناسقة بيطلع فيه وقت أكتر. أوكي. يعني وهيدا عم تحكي ولد عمره تحت 6 أشهر أوقات أو لحدود 8 أشهر. دونك لا إراديا الإنسان بالتكوين الدماغ تبعه بحب الوجه الحلو، بحب شيء الملفت. وحتى ايه هيدي عم تحكي بعد ولد كتير صغير. كمان عملوا دراسات، جابوا اشخاص حطوهم قدام صور لعالم بيعرفون او ما بيعرفون، لاحظوا انه الانسان بيقعد مرتين لثلاث مرات وقت اطول عم يتفرج على الاشخاص الجذابين، بدل حاطط عينه وقت اكثر. دونك هيدي بلا ما يطلبوا منهم يعملوا اي مجهود، ما يقولوا لهم بدنا نفرجيكم صور جذابين او لا وانتم نقوا. تلقائيا الانسان بيطلع على شيء الحلو، وهيدا الشيء بيؤدي لنوع من اذا بدك من العنصريه. الجمال الحلو عنده افانتاج بين العالم، والما عنده جمال نوعا ما في كانه كل الوقت عم يحارب مهمل حتى يوصل لهال بدك المستوى المعين من النجاح اذا فينا نحكي. هلا هون بتلحق هون المجتمعات، بتلحق الثقافه بشكل عام، في معايير يعني مثلا انه بلبنان تحس في تجميل اكثر، في ميك اب اكثر، في تظبيط شعر اكثر، بنهتم بضفيرنا بقصص هيك صغيره، يمكن بهيك مجتمعات اخرى انه اخر همهم يعملوا بيديكير. لهيك يمكن لهيك موصوفين بجمالنا اكثر. اوكي. لهيك عندنا يمكن عندنا اللذه ننوع بكل شيء. بتسافري على بلد برا بتلاقي نوعين سيارات على الطرقات، بتجي على لبنان بتلاقي كل السيارات. بتلاقي كل الاشكال، كل التياب، كل عندنا لذه بلبنان ننوع، والتنويع هو بيعطيك جمال اكثر لانه بيصير يعطيك نوع من التصنيف لكل واحد، ما حدا حابب يكون مثل الثاني. وهيدا الشيء شوي بيعطي بعد ثقافي معين. هلا نحن لاحظناه انه الانسان اذا بدك كولد وهو عم يكبر من المراهقه، اللي عم يصير تغيير هو انه تسقيفه لهالولد وادخاله بالمجتمع عم يتم عبر التي في، عبر الانترنت وعبر اصحابه. ما عم يكون عبر راشدين موجودين فوقه وعم يرعوه كل الوقت باهتمام ويعطوه الوقت الكافي حتى يقدر ينمي قدرات ذاتيه من جوا غير شكله الخارجي. وهيدا الشيء عم يخلق مشكله لانه الولد عم يفوت بعمر ال 11 12 كل همه يرضي الموجودين وهمه صوره على الفيسبوك تكون حلوه، وهيدا الشيء عم يجبره كل الوقت يلحق الجمال تبعه وعم يحطه قدام هالاعاقه او الصعوبه اذا كان ما انعجب من الاخرين. وهون بنرجع لنقطه الجمال، قلتي لي هل هي مجتمعيه؟ صح، في اوقات شوي نظره العالم لك هي بتاثر لدرجه انه عملوا سايتس على الانترنت بتحط صورتك وبتنطر ال 24 ساعه بتشوف شو الكوت اللي بيعطوك اياها. هلا خطره كثير اذا كان كوت واطي والعالم ما بتعرفك وعطتك كوت واطي، يعني مشكله. لهيك صاروا شوي صغيره اذا مش مأكد من حالك ما بتحط صورتك عليها. بس فعليا الانسان كثير بهمه راي الاخرين بجماله، وهيدا بياثر بالعلاقات. وفي كثير اوقات اشخاص تقدر تدمر الاخرين بشكلها من وراء العلاقه اللي هي بتكون فيها، قد ما بتسمعها حكي، قد ما بتهينها على امور معينه. وهيدا الانسان ما بيقدر اوقات يتماشى بهالشغله، لبل بتتحطم نفسيا وبتصير اكيد تتاثر. ولهيك اوقات اشخاص كثير بيقربوا من العالم اللي بيخلوني يحسوا انه هن حلوين. دونك السؤال هو مش الشخص اللي معك حلو، هو السؤال اذا عم يخليك تحس انك حلو لإلك. صحيح. وهون بيصير الانسان اكثر حس حاله، فيك تكون كثير حلو ومحسسك انك انت ابشع حدا بالكون مثلا، عمرك ما تكون لهيك ما بتعود كثير قريب منه بالاساس. طيب هون دكتور بنحكي كثير عن الجمال والنسبه،
يعني بشكل عام انت يمكن تحب الشقره، تحب القصيره مش الطويله، تحب العيون الزرق مش العيون، يعني هون جمال والنسبه، قد ايه هون فينا نحكي بهيدي النسبه ولا في كود معين انه الا ما يقول يا في حلو يا شيء مش حلو بغض النظر اذا ستيله او مش ستيله؟ في صوره حطيتها على الانترنت، كنت عم بحكي عن الموضوع، حطيت صوره قياس الوجه مع بورسنتاج بين قد ايه عرض العينين وعرض الوجه، هي عم تحكي الفاس، وعن الجنب عرض العين والتم مع عرض الوجه. اوكي، هيدي اللي طلع بهالفكره هو ارسطو الفيلسوف اليوناني، راح قيس العالم وشاف انه في نسبه محدده قلتها تعطيك بورسنتاج معين. هلا هيدي الفكره شوي مضحكه، بس انه العالم بتتاخد اوقات نظريا بنسب معينه. يعني الرجل الطويل يلي عنده عرض معين بيخرق المجتمع احلى، بيشتغل احلى، بيقدر يذوب النساء اللي بده اياها، دونك عنده كوتا معينه وبيشتغل وبيطلع مصاري اكثر. وكيف بتبين كثير بسهوله، وقت بده يجي يعمل انترفيو بيعمل امبريسيون احلى، بيعطي حضور اجمل وجاذبيه مثل ما قلت اقوى. واذا بده يقوم يشتغل سيلز مان بيصير العالم ترغب شو عم يبيع اكثر، دونك في نوع من هالكوتا المعينه اللي بتخليه يقدر يخرق اسرع. لهيك اللي شخص اللي ما عنده اساسيات الجمال بيصير يشتغل على نقاط معينه هلا بنحكي عنها كيف تيقدر شوي يعوض اذا بدك هالشغله. زاد شيء عند النساء اللي عندها بدك تعتبري عرض الخصر بالنسبه للورك اضيق، يعني عندها الانحناء شو ما كان وزنها، وبكل المجتمعات بتاخذ كوتا اعلى. مثل المراه اللي ما عندها هالشكل اللي هو محدد بالنسبه لنظريات المجتمع ما بتاخذ كوتا عالي. هلا يمكن نحن بنقول كمان لها علاقه جينيا بقدره الانجاب، الرجل يلي عنده رجوله عنده قدره انجاب اكثر، المراه اللي عندها انوثه عندها قدره انجاب اكثر، سو كانه الانسان عم يلحق شوي صغيره الشكل حتى يقدر يضمن اولاده كيف يطلعوا. هذا كله بالانكونسيان اكيد، كله باللاوعي. صح، باللاوعي، لانه نحن مبنيين على الاف السنين من التواصل اللاشفهي. اللانجاج ما عمره 2000 سنه، قبلها كان العالم تتواصل بالنظر وبحركات معينة. ولهيك أوقات كمان بيقولوا الجمال والجاذبية أوقات بلا ما تحكي، حضور مرأة ودخولها بغرفة معينة بخلي نص الرجال يوقفوا يقعدوا محلهم. صحيح. وأوقات بتفوت وحدة بتضل واقفة على الباب والعالم قاعدة ما حدا عم يطلع. دونك الجاذبية يعني هون اللي بنحكي ايه، لا لأنه الفكرة أنه الجمال الخارجي ما بيعمل شيء، والأساس الجمال الداخلي. أدي هالأمور صحيحة؟ يعني أوقات بتكون عم تشوف شخص كتير حلو بس بيكون كتير مزعج وسئيل ومتكبر ومتفلسف والبدك إياه بطل تشوفه حلو. وفي إذا بتشوف مرة عادية وعن جد دخلها حلو بينعكس هيك على جمال معين، بتصير تقول إف شو شارمانت هالمرة، ما بيكون فيها جمال بس بتكون هيك في شيء من جوا عم ينبع. أدي هالشي صحيح ولا مش لدرجة يعني أنه يكون وحدة بتخوف مثلا؟ هون عم تحكي عن عامل الوقت. انت وقتها تقولي ببين الفيرست امبريشن، فيرست امبريشن ولا لا، انت وقتها تقولي اول شيء ما فيك تكتشف لها شخصيتها وهضمتها وتشوف ثقافتها وتقعد تحكي معها. هودي اخذوا ساعتين ثلاثه وقت، ثلاث ارباع اللقاءات الاولانيين ما بتعدى ربع ساعه ثلث ساعه. وبهاللحظات بيكونوا العينين عم يشتغلوا اكثر من الحكي بدرجه معينه. لهيك الامبريشن بعدها موجوده، انه الشكل الخارجي والاهتمام بالذات بيأثر بأول جلسة بين الشخصين وبيعطي نوع من الانطباع لحسن. هلا في شغلات كمان العلاقة مش كتير بالشخصية، العلاقة كيف بتكون بلازنت، يعني إذا أنت عم تبتسم، إذا عينيك عم يطلعوا دغري، إذا أنت واضح، إذا أنت بقعدتك جالس وستريت كتير بتعطي امبريسيون حلوة وبتعطي جاذبية كتير عالية. وهون بعد ما حكيت شيء ولا قلت مين أنت ولا شو بتعمل، يعني اللي عنده تيك هون بهيك شوي ممكن ما يخليك تركز عليه او ما يخليك تعرف اذا في جمال. هيدي بترجع لقصه الخجل. أوكي. نحن بنعرف انه الخجول ما بيعرف يفرض حاله. وهيدا كثير بياثر. نحن بنعرف كثير اشخاص بيتعذبوا باول لقاءات عاطفيه، باول لقاءات عمل، وبيخلقوا مشكله لحالهم مع انه بيكونوا شكليا كثير مقبولين. بس بيروحوا بيخسروا كل الكريدي من وراء تعبهم، من وراء طقطقة، من وراء خوف، من وراء تحضير زائد، بده يروحوا ومش عارفين كيف، وبروحوا بعد شوي رح يستفرغوا بالاجتماع قد ما انه تعبانين من الاوجاع. ولهيك هول الاشخاص بيطلبوا مساعده اوقات، بنساعدهم حتى يتخطوا هاللحظه اللي هي معينه ويقتنعوا بذاتهم اكثر، حتى يصيروا
باردين اكثر هن عم يواجهوا اول لحظه حالة. نحن براينا الجمال هو بيعطي نجاح بس في يكون لعنه كمان والله في يكون مشكله كبيره عند الرجل وعند المراه رح نبلش عند المراه أي. المراه في شيء بسموه برنسس سيندروم هالبنت الحلوه البوبي اللي بتخلق من هي وصغيره اول شيء من وراء جمالها بتتغنج بشكل زائد سو الكل بيلاقوها بوبي ما حدا ببكيها ما حدا كله بدهم رضاها بتربى البنت على ترند انه ما في شيء مرفوض لإلي بتصير بعدين بتحس حالها انه انا في احصل على البديه وبتصير تحصل على البديه من بيها من عمومتها من خوالها اكيد الجنس الانثوي بالعائله بيصير يقسيها شوي شوي بتصير تهرب منه وبتصير تنبش كل وقت على العنصر الذكوري اللي هي فيها تجذبه بسهوله بيكون تركيز اكثر على البي اللي هو بيكون عبدها بيشوفها لبنته اميره برنسس سيندروم اللي بيصير بعدين انه علمها بيطلع اضعف لانه كل التركيز على الجمال علاقتها بتكون دائما مع الشباب اللي كتير واو اللي كتير قادرين اللي كتير اغنيا اللي كتير واصلين وهودي الاشخاص اكيد ما راح يكونوا عم يهتموا فيها بالطريقه اللائقه بثلاث ارباع الاوقات لاحقين على جمالها وبذات الوقت بيربى كراهيه من جنسها ضدها يعني كل البنات بتنوجد بده يكون في غيره بده يكون في حسد بده يكون في حكي وتلطيش كل الوقت دونك قدرتها انه تجذب اصدقاء لها كمان مشكله ولهيك كثير صبايا مثل هودي كثير اوقات بيعتمدوا وسائل ما كثير فرجوا جمالهم يعني تحط هي ديجا بتكون متر وخمسة وسبعين وطلوع وكعب عالي بتصير يعني بالنسبه للبقيه تلبس كعب واطي بتجرب ميك اب ما تكتر بتجرب تبين شوي ناعمه بسيطه حتى ما ينزعجوا منها بقيه البنات وهيدي الشغله بتبلش بالمراهقه حتى تقدر تلاقي الاكيليبر وبعدين في شغله الرجل بيخاف منها بتتواجد مع اشخاص بيشبهوها وحلوين ولا بتتواجد مع اشخاص بعاد شوي عن شكلها بتتواجد اكيد مع اشخاص مثلها بس هودي قليل كمان ايه مظبوط لانه نحن بنعتبر الجمال قليل ايه صحيح الجمال الساطع ايه اللي أكيد. هو بيعطيك هيئه او قوه منه موجود على كل زاويه يعني بتلاقيه تقريبا 2-3% من العالم وهيدي اقليته عاد والرجل بيخاف منها الرجل بيخاف من المراه اللي كثير حلوه بيرغب يحصل عليها بس بتخوفه اذا بده يحصل عليها كزوجي بده يكون كل وقت عنصر خطر باللاوعي عنده لان في كومبيتيشن عالي عليها زائدا عن هيك بده يعرف ان الكل حايمين عليها سو بده يعمل مجهود اضافي سو بيقول لك انا بفضل وحده وهون بتتعلق بثقته بحاله وبثقته فيها وهالامور كلها اكيد قد ايه بده يكون هو ثقته عاليه تيخرقها تيوصل عليها هلا الرجل الجميل كثير قلنا بيحصل على نجاح بيخرق نجاح عملي نجاح نسائي والى ما هنالك بس ما بيثبت وهيدي مشكله بضل ينقل ان كان بالعمل او بالنساء وصعب يقدر يلاقي توازن محدد بحياته وهيدي بتاثر عليه لانه مفكر حاله دائما انه انا جمالي بيوصلني وين ما بدي وكيف بنقيها للمراه؟ يعني بنلاقي شباب كثير حلوين بيكونوا مجوزين حدا انه اقل من عادي بتصير تقول انه اف كيف نقوا بعضهم؟ هيدي كيس دائما يعني ولا بتسائب؟ فتي بموضوع كثير حساس مين بنقي مين بين الجميل والجميله؟ نحن لاحظنا وقت المراه تكون هي اجمل من الرجل بالكابل هيدي الطبيعه الرجل بيحب المراه تكون اجمل منه ما عنده مشكله يعني ما عنده مشكله هيدي بتجذب اكثر فيها توازن بده يسعى كل الوقت يرضيها وبده يغنجها ويهتم فيها وهي راضي بالموضوع المشكله وقت الرجل يكون اجمل من المراه هون في لا توازن بالبيت المراه كل الوقت بدها تغار عليه بشكل كثير قوي واوقات كثير باللاوعي بتصير تتمنى انه ما ينجح ايه عند النساء باللاوعي بيعبروها مع الحكي والوقت بتقول لك انبسطت وقتها في نهار اكل ضربه بشغله هيك حسيت انه كل هالقوه تبعك تعال هون بيتك هو الاهم حيش مفكر حالك انه انت ايه باللاوعي بترغبها لهيك نحن بنعتبر المراه اللي الرجل اللي بيكون اجمل تعتبر نسبيا مشكله بقلب البيت تبعه وهيدا بياثر شوي على التوازن لهيك دائما الرجل بده يجرب قد ما في ما يبين كثير هالقبهه اوقات كثير وقتها يرجع بده يكون واعي لانه انه ما بعرف بيطلع جهلين بيطلع جهلين المرأة بتتقبل جمال وكومبليمانات بس الرجال لما تعمل له كومبليمان وهو شاب حلو مرة سيدة بيهتم فيها كان زوجها موجود وهو يعني قمة الاهتمام بذاته وانا جيت هيك غلطت بلحظة معينة وقلت لها انه ما المثل حدك ليه ما تكوني مثله ليك شو هالاهتمام طلعت قالت لي ما هيدا جهلين
عم تحكي عن جوزة. ما هيدا جهلان ليك، بدل كل باله بالنهار بالبرفيوم وبالهيدا، اكيد في ولطشيته ما كيف حدا بحياته بضل في غيره. ايه لا، بالنسبه لها ما قدرت تشوف انه انا مفروض اكون مثله او الحقه. دونك هيدا بياثر. بس نحن فعليا قصه الجمال شوي بتعدي، والانسان بيعاشر عالم ما بيهتموا بحالهم بيصير مثله. اه والله. واللي بيعاشر عالم بيهتموا بحالهم بيصير لا اراديا بده يمتثل لألهم. ايه حتى يكون يعني يكون حتى بالجروب. يكون ايه بالجروب. بس انت مع جروب ما بيعمل سبار بيصير سبار مش موجود بالامور. بس اذا انت مع جروب بلا صح زاد شيء كمان قصه هون بنحكي عن قصه صوره الجسم والانوركسيا اللي هي مشكله كتير كبيره عم تكون هلا وعم نلاحظها بالمدارس خاصه بعمر المراهقه. وعم نلاحظ شغله انه تاثير بقيه الصبايا على بعضهم عم يكون كبير. من ناحيه انه انت ناصحه انت اضعف مني، دائما الصبايا عندهم مشكله بيحسوا الغير اضعف منهم، مع انه اذا بتيجي بتاخديها فعليا بيطلعوا هن اضعف. بس حتى انت بتشوف حالك دائما انه بوقت مثلا هلا بتكون شايف حالك انه كثير ناصح، تشوف صورك من شيء 10 سنين تقول اف شو كان جسمي حلو بس كنت شايفته مش هيك. هي شو إمج معينة يعني كمان هيدي بتلعب دور دايما بكل حياتنا ولا حسب كل واحد كيف هو بيشوفها؟ هيدي إلها علاقة بنظرة الإنسان لحاله. الإنسان بطبيعته ما عنده هالنظرة الجمالية العالية لحاله. ما بنعرف ليه. كأنه الإنسان بحب ينبش بطبيعته. بطبيعته الإنسان بينبش على الفوارق والقصص يلي منا زبطة تزبطها. ولهيك أوقات الإنسان دايما بحاجة لحدا يضخه نوعا ما شعور بالجاذبية أكتر، شعور أنه أنت ما ضروري هالقد تركز على هالنقطة مش مهمة. وهيدي بتبلش مع الأهل. الأهل اللي بيحرطوا على الولد بقصة جماله كل الوقت بيقدروا يخلقوا له عقد من الموضوع. إذا كتير قلت عنه حلو كل الوقت بوبي تنزعه، وإذا كل الوقت قاعد عم تحرطق فيه انه شعراتك كذا اشتغل عليهم، شو بك تيابك اكتفيتك غلط، معتك بلعة جلس ظهرك، كل الوقت الولد بتأذيه وبتخلق له عقد باللاوعي عنده، بيصير صعب يقدر يرضي حاله. ورضاء الذات هو اهم شغلة انت تلاقي حالك حلو. هيدي الشغلة اساسية. وفي كتير اوقات هلأ عم يصير في كومبيتيشن كرمال البيوتي بيجنت عند الاولاد، بحطوهم بمباريات جمال. الاهل باللاوعي بحبوا انه ابنهم يكون احلى ولد طبيعي. ما في ولا ام الا ما بتقول لك اجمل ولد بالعالم طبيعي. هلا النظره اكيد دائما فيها شيء لغطي، بس هو فعليا الاولاد حلوين. بس مين بيطلع حلو بعدين هيدي المشكله. هاي هي يعني نحن صغار كل شيء يعني حجمه صغير. هل بتقرر او لا؟ هيدي الفكره ما بتقرر ابدا. وعملوا دراسات على كثير اشخاص جمال الولد ما بيأثر ابدا تطلع حلو بعدين. فيكون كتير حلو انت وصغير وتصير بعدين ايه هيدا كيس مشوفه عادي ما بدي اقول بشي عادي. وفي كتير اوقات بتكون كتير عادي انت وصغير وبعدين بياخد شكلك أنيقة معينة بحالة. وبيصير هون عم تحكي عن الاهتمام بالذات. كمان نحن بنعتبر الاهتمام بالذات هو العنصر الجمالي الوحيد والاكيد اللي فيك انت تشتغل عليه. دونك كل العالم بيقولوا انا معدم اصلا يعني شو انا معروف شكلي مش هالقد. هيدي منا دقيقة ابدا. لاحظوا بكل الابحاث اللي صارت انه اهم عنصر العالم بتطلع عليه هو الجمال اللي فيك تشتغل عليه. تيابك، نظافتك، قعدتك، نظرتك، ضحكتك، حديثك، كل هودي ما انو علاقة كيف خلقت. العلاقة انت كيف شغل على حالك. والموضوع كمان له علاقة يعني بدك تعتبري حتى مثلا قصة الجمال الرياضي بياخدوها بتاني أهمية اللي هي صعبة. وزاد الشيء عمليات التجميل وإلى ما هنالك، النظرة تبع العالم ما فيها الإعجاب المطلق لقصة التجميل. لهيك اللي بيعملوا عمليات بيخفون ما بيحكوا فيهم. وأوقات بتصر عليهم بينكروا أنا ماني عاملة شيء. لا أنا ليه؟ لأنه بيعتبروا الطبيعة هي الأساس. بيكون كل الأولاد منخارهم طويل بس الأم منخارها رتروسي لحالها. بس ما بيشبهوني بيشبهوا جوزي. ما بيشبهوني بيشبهوا جوزي. ما بعرف ليه ما بعرف ليه. دكتور هون لما نحكي عن أمور معينة أو في يعني هيك نسبة خلينا نحكي بالجمال، يمكن النسبة إنه ضعف أو هيدا، بتلاقي أشخاص منهم ضمن هالكريتيرياز بس عندهم ثقة كتير كبيرة بحالهم، بيعتبروا حالهم حلوين، بيفرضوا نفسهم بتصير تشوفهم حلوين.
هيدي باي خانه يعني ضمن الاتيتيود يلي حكيت عنها وكيف هن بيفرضوا حالهم بالمجتمع ممكن تكون؟ هيدي عم تحكي بتصير مش بس مع الجمال. اوقات بالمدرسه اساتذه اذا بتقول له الصف عندك كله ما بيعرف مين صفه، اذا قلت له هودي الجروب التلاميذ كلهم اذكياء واوائل بيصير يعملهم على اساس اذكياء واوائل بيصيروا هن ينجحوا اكثر. دونك كله بياثر على بعضه. صح. نظره العالم لك كيف هي ضخت لك معنوياتك بتصير انت تفرجيها بمحل ثاني، بتصير العالم تشوفك عندك معنويات او لا. وزاد شيء بخصوص الجمال، اذا انت كنت مع اهل عاطينك دوز ثقه بالنفس بجمالك باللوك تبعك كافي ووافي وبيخلوك تعطيك الكنترول عليه، ورجعت كملت بعلاقه عاطفيه عطتك كمان كنترول وقدره وجمال، بتصير كل الوقت انت مصبوغ فيها، بتصير كل الوقت موجود فيها، وبتعرفي انت ولا اجمل انسان يلتقى مع عالم عم يبخروه كل الوقت. طبيعي. يعني اذا انت موجود مع عالم كل الوقت عم يقولوا لك انت جذاب وحلو، او عم يقولوا للبنت انه انت فيكي جمال، فيكي شو ما بتلبسي بيطلع حلو عليكي، والا ما هناك بتصير تلقائيا هي تزيد ثقه بنفسها وجمال وتفرض حالها. وهيدا بياثر عليها اكيد، مثل ما قلنا جمال إجال نجاح. سو اذا انت فتة على اجتماع وعم تشعي جاذبيه ومؤكده من حالك بياخذوكي بارضك انت وظاهره بتكون مضيفه كونتراست. وقد ايه العكس بفوتك بالحيط، يعني تكون عايش مثلا مع رجل كل النهار عم بيقول لك شو هالشكل، وبتكون مراه رائعه الجمال بحطمها لدرجه تتدمر حتى بتوصل عم تاخذ علاجات وادويه. صح. من ورا شخص موجود معها. ونحن براينا كثير اساسيه، نحن اذا بعطيك امثله من اللي بنلتقى فيهم بتخافي. يعني اوقات رجل في يتهكم على المراه من ناحية شخصيتها، من ناحية نظرتها الدينية، إذا كانت منا متدينة بيقدر يحطمها إذا هو متدين، بطريقة تربيتها للولاد كل الوقت تحطيم إنه شو عم تعملي وشو هالشغل هودي وتربيتك، وهيدا كتير بيأثر. ونحن برأينا بهيك حالات إذا الرجل ما بيقدر يغير طبعه أوقات الانفصال ضروري. صح. وكثير نساء وقت يبعدوا عن هيك رجل تعلى معنوياتهم للسماء بيرجعوا بيشتغلوا، وخاصة إذا إجا واحد إجا قال له كله غلط وأنت بتعقدي بتصير تقول لك إيش شو ضيعت وقتي. صح. لهيك نحن دائما بنفضل المرأة ما تفوت بس بطريقة إنه هيدا ثابت ومنيح وعائلته منيحة ومرتب وشغله منيح، تشوف قد ايه هالإنسان عم يحسسها إنه هي سبيشل ومميزة. إذا هي صح إذا هي عم يحسسها إنها هي مميزة، هيدا الزلمة كتير بيسوى غالي، ولهيك مفروض تتعلق فيه حتى شو ما كان وضعه لأنه هي بتعليه تلقائيا كمان. صحيح، بيدعموا بعضهم. صح. نحن خلص وقتنا دكتور، بدنا نعطي هيك نصيحة للكل عن جد يشوفوا حالهم حلوين وشو يعملوا هيك حتى عن جد نشوف حالنا. أول شيء الاهتمام بالذات ضرورة. أوكي. التياب، اللبس، الشكل، الهندام، شوي شيء بيلبق لنا كمان أهم شيء. أكيد كلنا بنعرف قد ايه اهتمام المرأة اللبنانية بحالها، ميك أب وهودي بيعطيها الطاير حلو، تبقى طالع على برا بتسافر كل العالم بيطلعوا فيها كيف ما برمت كيف ما مشيت، مثل عادية بتبقى مارقة ما حدا بيلاحظها، هو كتير مهمين. اثنين، ما تقارن حالة المرأة أو الرجل بالجميلات العالميات. أوكي. هودي بسموه ديفو جينيتيك، هودي شيء مش مزبوط، براد بيت شيء عيها جينية هالقد حلو. مش مفروض بالنسبة لنا نحس إنه هو الأساس. ثالثاً، نظهر من علاقة إذا كانت العلاقة عم تفشلنا من ناحية نظرتنا لحالنا ولجمالنا. رابعا، نشتغل على حالنا من جوا. الجمال الداخلي بيعطيك رواق واستابيليتي وقوة، بتسمح لك دغري تقنع غيرك إذا كنت انوجدت، وبتعطيك حضور كتير مميز وبتعلي لك الكوتا تبعك بلا ما تعرف. وخامسا وشغلة كتير مهمة، ما نفلت على عمليات التجميل بطريقة وحشية بهدف نظبط حالنا كل الوقت. نحن بنعرف في عالم عم يعيدوا عمليات التجميل 5 مرات و10 مرات بلا ما يعرفوا ليه. نحن براينا تاخذ راي كذا حكيم، شو رايك معقول ينعمل، وهو يعطيها رايه، مش هي توصل تقول له شو بده يعمل. صح. اذا كله عطوا زيت ايفالا صوره هيفا هي كمان ديفو جينيتيك هي كثير حلوه، مش رح نوصل ما فينا نقارن هيك، ما مفروض نحن نلحق الشغله دائما بهوس. نحن بنشكرك دكتور، وان شاء الله عن جد يعني كلهم ياخذوا بهالنصايح حتى بالفعل يعيشوا احسن، لانه انت بترتاح لما تكون مرتاح مع حالك اكيد بتكون مرتاح مع غيرك. بنشوفك النهار الثاني دكتور. بريك صغير وبنرجع مع سحر.